يتحدث ياجز وإيلول مع كوراي ويشر ويتخذان الإجراءات اللازمة لإبعاد مشاكل الطلاق عن الطريق والالتقاء معا في أقرب وقت ممكن، لكنهما يفشلان. لا تستطيع إيلول التحدث إلى كوراي بسبب لعبة ملك، ولا يستطيع ياجز التحدث إلى يسار بسبب مرضه. أخيرا قرروا الهروب دون الرد على أحد. يتم طرد هدية وأسلم من المنزل. ينتقلون للعيش مع جولد. ترسل شولي أسلم بالقوة للقاء أبنها فاتح. بينما ينتظر أوزان أسلم في السجن، يرى بيرسين لقاء أسلم وفاتح. بينما تقاتل إيلول من أجل حياتها، يجب اتخاذ قرار صعب للغاية لإنقاذ حياتها. بينما ينتظر أوزان إجابة أسلم على طاولة الزفاف، يشعر أسلم بخوف شديد. بينما كان أوزان وأسلم على وشك الزواج في السجن، سلمت شولي رسالة في اللحظة الأخيرة وهددت أسلم علنا مرة أخرى. يجب على أسلي أن تفكر مرة أخرى قبل أن تقول نعم أو لا لمسؤول الزفاف. يعثر ياجز على إيلول من الجرف وينقلها إلى المستشفى، لكن قلب إيلول يتوقف. من الواضح أن ياجز يعلم أن الطفل هو طفله. وجدت نرمين هوية ملك وهي عفت. ملاك تقضي على هذا الخطر باختلاق قصة مزيفة. بينما يكون أوزان في عجلة من أمره بشأن المفاجأة التي أعدها لأسلم، تقع أسلم في معضلة كبيرة. يحلم إيلول بأنهم سيقابلون ياجز أخيرا ويستعدون لإخباره بكل شيء. ويتطلع ياجز أيضا إلى اجتماعهم، ومع ذلك كلاهما لا يعلمان بخطط ملاك. شولي تجعل أسلم يستمع بينما يطعن جخان أوزان. يطلب منه قبول عرض زواج ابنه مقابل إبقائه على قيد الحياة. حقيقتي تجبرني، أوزان مصاب. يعتقد أن إيلول بيجك هي صديقة ياجز ولم يخبرها عن الطفل. ينصب فخا لملك جيجك ويجعلها تسقط. يتعثر جيجك على الكابل ويسقط ويلقي باللوم على إيلول. يعلم أن إيلول جيجك ليست صديقة ياجز، لكنه قرر أن يقول الحقيقة غدا ويغادر. شوله تهدد أسلم علنا بقتل أوزان وتطلب منها الزواج من فاتح. أوزان الذي يعتقد أن أسلم تعرض لحادث يصاب بانهيار عصبي ويقول إنه يريد الزواج من أسلم، مقتنعا بأنه لا يمكن أن يكون بدون أسلم. وتبقى حقيقتي بينهما. تصاب ملك بالجنون عندما تكتشف علاقة إيلول وياجز. يبدأ بالتخطيط لأشياء سيئة. كوراي الذي هاجم إيلول وهو في حالة سكر يعترف بأنه لم ينم مع إيلول في ذلك اليوم. أصبح إيلول الآن متأكدا تماما من أن الطفل هو طفل ياجز. تبدأ راضية بالذعر أمام حالة ملاك السيكوباتية. بينما تساور نرمين شكوك بشأن أبنتها، تقرر ملاك استخدام إيلول مرة أخرى للحصول على ياجز. يتم أخذ أوزان إلى الجناح. أسلم يواجه تهديدا خطيرا للغاية. تعتمد حياة أوزان وجولد على القرار الذي يتخذه. مقتنعا بأنه لن يتمكن من الخروج من الداخل، ينجرف أوزان في الشعور بأن انتظار أسلم سيكون عبثا ويدعوها إليه. يطلب منها ألا تأتي مرة أخرى. تم تدمير حقيقتي. فاتح المهووس جدا بأسلم يلاحق رجلين بيرسين بسبب ما فعله بها ويخيفها، ثم يعلن حبه لأسلم. يقترح الزواج. عندما يرفض أسلم بشدة، تجعل سول الأمر مدعاة للفخر. يخبر ابنه أنه سيأخذ أسلم. ينزعج ياجز للغاية عندما يدرك أن إيلول كانت تساعد ملاك وتحاول أن تجعل ملاك وحبيبته. تجري إيلول اختباراً آخر لإثبات أن ياجز هو الأب الحقيقي للطفل. مقتنعاً بأنه لن يتمكن من الخروج من الداخل، ينجرف أوزان في الشعور بأن انتظار أسلم سيكون عبثاً ويدعوها إليه. يطلب منها ألا تأتي مرة أخرى. تم تدمير حقيقتي. فاتح المهووس جدا بأسلم يلاحق رجلين بيرسين بسبب ما فعله بها ويخيفها.
ثم يعلن حبه لأسلمة. يقترح الزواج. عندما يرفض أسلمة بشدة، تجعل سول الأمر مدعاة للفخر. يخبر ابنه أنه سيأخذ أسلمة. ينزعج ياجز للغاية عندما يدرك أن إيلول كانت تساعد ملاك وتحاول أن تجعل ملاك وحبيبته. تجري إيلول اختباراً آخر لإثبات أن ياجز هو الأب الحقيقي للطفل. يقوم بيرسين بتقييد يدي أسلمة إلى كرسي في الشاليه وتشغيل الغاز وتركها تموت. أوزان ينتظر أسلمة في يوم اللقاء، لكن بيرسين يأتي بدلاً من أسلمة. راضية تعذب إيلول. يندفع إلى المهام الصعبة ويوبخ. يتصرف بشكل منافق مع عائلته. يذهب ياجز إلى مختبر الحمض النووي. يذكر الضابط أن هناك اشتباهاً في احتمال تغيير النتيجة. يحول ياغيز انتباهه إلى كوراي مرة أخرى. تحاول ملاك جذب الانتباه بحيل مختلفة. علمنا أنه وإيلول كان أصدقاء منذ المدرسة الإعدادية. لدى إيلول وياغيز الفرصة لمواجهة بعضهما البعض في المقهى حيث يتم قفلهما. بينما يدفع كوراي إيلول أكثر فأكثر إلى الزاوية، فإن حياة ياجز أيضاً في خطر بسبب اقتراب ملاك. نتيجة محاكمة أوزان تدفع كل من يحب أوزان، وخاصة أسلمة، للبحث عن الأمل. ويتوقع أوزان نتيجة إيجابية من المحكمة وأنه سيتم إنقاذه. في هذه الأثناء تبحث سولي عن طرق لإخفاء سلاح الجريمة في منزل مونتاز. راضية تحاول إدخال عفة إلى منزل نرمين بدور ملك. ينفد صبر ملاك المعجبة بياجز وتجعل راضية تشكك في قرارها. في نظر راضية التي ظنت أن ملك هي نرمين ابنتها، لم يعد لدى إيلول قيمة مالية بعد الآن. يبدأ في التخطيط لفصل إيلول عن أبنها وإرسالها بعيداً. يتلقى إيلول نتائج اختبار الحمض النووي. الطفل هو ابن ياجز، ولكن قبل أن يتمكن من فتح الظرف ومعرفة ذلك، يتم اختطافه من قبل رجال عدنان. ياغيز يلاحقه. أسلم يختطف أوزان، ولا ينوي تسليمه إلى الشرطة. أصيب كان ونقل إلى المستشفى. بعد معرفة ذلك، يشعر أوزان وأسلم بالأمل، لكن شولي تقتل كان. المحقق الذي عينته نرمين يجد إيلول. غير مدركة أن نرمين هي إيلول، فهي سعيدة بالعثور على أبنتها. ياجز مصمم على جعل إيلول تقول الحقيقة. كوراي، الذي نفد صبره بسبب عدم قدرة ياجز وإيلول على الانفصال عن بعضهما البعض، مصمم على إثارة المشاكل. بينما يسحق أوزان تحت وطأة الجريمة التي ارتكبها.